هرجع باخد تليفون نطمن على النادي الاهلي قبل الاستعداد للمباراه الاولى للاتحاد المنستيري. كابتن مشير حنفي. كابتن مشير اهلا بيك. كابتن مشير معاك، ازيك يا كابتن؟ وحشني حبيبي، ربنا يخليك. انت يا ابو كباتن، انت مختفي ليه يا ابو كباتن؟ فينك؟ والله ماسك شبير القطر السنه دي وقسم ثالث، فالدنيا يعني معايا. ربنا يعينك. قسم الثالث السنه دي يعني معركه كبيره. معركه، ولسه ما منزلين المجاميع النهارده. المجاميع يعني بالظبط، هنتكلم عليها بعد كده. صح. لا، بتمنى لك التوفيق طبعا كمدير فني للقناطر ان شاء الله. شبين القناطر. بتختلف شبين القناطر. القناطر شيء وشبين القناطر شيء تاني. طيب، النادي الاهلي طبعا كل الناس بتتكلم، النادي الاهلي سنتين ورا بعض ما خدش الدوري، خسر كاس مصر 2021. النادي الاهلي فين؟ وايه رايك في الصفقات اللي جايه للنادي الاهلي السنه دي؟ هل هتسد الاحتياجات وطلبات وامال جماهير الاهلي وادارته؟ والله احنا بنتمنى الكلام ده، لان الصفقات دي لسه جديده على جمهور النادي الاهلي. بس يعني انا بشجع ده، لان كابتن خطيب او اداره النادي الاهلي اتجهت لامريكا، وانت عارف لعيبه امريكا بتبقى اقوياء، واللعيبه اللي هي جايباها النادي الاهلي ليها سي في مشرف. اتمنى ان شاء الله ان هي يعني تثبت وجودها، وان شاء الله. طبعا حضرتك قلت ان النادي الاهلي بقى له سنتين ما خدش الدوري، وده شيء صعب جدا علينا احنا كابناء النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي. فاتمنى ان اللعيبه دي تحس بالكلام ده الفتره دي، وتراجع حساباتها كده، وتحس ان هي فعلا مزعله الجمهور سواء في الدوري او في الكاس عليها اصلا، لا احنا ولا جمهور النادي الاهلي. طيب، يعني كان موجود معايا في حلقه من الحلقات كابتن عمرو الحديدي، وقال اهم الانجازات النادي الاهلي واهم الاوقات الصعبه اعتمد النادي الاهلي فيها على مشير حنفي وعمرو الحديدي، مع طبعا محترمنا للالقاب. يعني شايف النادي الاهلي بعد انه جاب صفقات من وادي دجله وان قطاع ناشئين ما بيطلعش ناشئين للفريق الاول، شايف القصه دي يعني تتعاد صياغتها ازاي؟ لا، من زمان قطاع الناشئين في النادي الاهلي مالي بابنائه ومالي بالمواهب، بس هو المشكله هنا تيجي يا كابتن الاجانب بتبقى عايزه لعيبه جاهزه. احنا فاتت طلع لنا زياد طارق مثلا، هنقول عنها هنقول مثلا واحد من المواهب اللي هي طلعت وثبتت وجودها في القطاع بتاع النادي. اذا النادي الاهلي فيه مواهب، بس اديهم فرصه. مش احنا لما كنا بنلعب كابتن كان حلم حياه الناشئ ان يطلع يتمرن مع الفريق الاول وياخد فرصه. دلوقتي ما فيش الكلام ده، كل مدير فني بيجي جديد عايز لعيبه جاهزه عشان يعمل الكلام دون بينعكس على قطاع الناشئين. احنا عندنا قطاع الناشئين النادي الاهلي كل سنه لما فرقه مثلا هنقول سن ال 2000، اما ال 2000 بينتهي النادي الاهلي ما بياخدش حد منه، بتبقى ذخيره للانديه كلها، وبعد سنه او اثنين نلاقي ده بقى نجم. ده كان من قطاع الناشئين النادي الاهلي. على فكره لسه قايل من شويه ويرجع تاني الاهلي يدور عليه، ابني عندي وخدوه مشي ورجع برجعه تاني باضعاف اضعاف المبلغ اللي انا بعته بيه او مشيته بيه. طب ليه ما نعملش احنا دراسه للكلام ده كلجنه التخطيط او كاداره نادي اهلي، ونعمل دراسه للكلام ده؟ والكلام ده حصل سنين اللي فاتت وحصلت قبل كده، واولادي انا برجع اشتريها باضعاف الفلوس، لازم يبقى في دراسه للكلام ده. طب عشان برضو نقول للحق والعدل، يعني هو في برضو من ضمن الكلام اللي موجود معايا زمايلنا في الاعداد ان كابتن الخطيب مع لجنه التخطيط برئاسه كابتن محسن صالح وزكريا ناصف وحسام غالي قاعدين عشان يشوفوا برضو قطاعات الناشئين والاكاديميات والحاجات القاعده اللي من تحت دي بتبدا بيها. يعني انا ما اعرفش ان هم قاعدين وبيشوفوا الكلام ده، انا بقول الخبر اهوت، لان الامور بعد انك انت تعاقدت مع 9 من وادي دجله تقريبا ب 15 مليون جنيه، ده برضو كانت حاجه يعني انا شايفها هو بيزنس واحتراف وصناعه، لكن في الاول انا عندي المصنع بتاعي معطلان ليه؟ ما بيطلعش ليه؟ ما هو انت الخطوه دي برضو يا كابتن يعني ايه؟ الناشئين اللي موجودين في القطاع، انت معايا؟ انت معاك كابتن، اتفضل. طيب دلوقتي انا لما بجيب من قطاع نادي وادي دجله وبجيب 6-7 لعيبه او 8 لعيبه وبدفع فيهم الملايين دي، طب ما انا برضه اعمل دراسه المليون دول او ال 14 مليون على القطاع بتاعي وعلى اللعيبه بتاعتي، انا يطلع لي عشرات اللعيبه، وبعدين ده دولت انتمائهم للنادي الاهلي. قطاع الناشئين دلوقتي الاولاد اللي موجوده هي انتمائها الرئيسي للنادي الاهلي. اكيد انا ما اطلعش اجيب من بره وانا اكشف قطاع الناشئين بتاعي، ما قطاع الناشئين ده لازم. ممكن يا كابتن نقدر نقول ان دي سنه استثنائيه ونعديها، يعني سنه استثنائيه ونرجع نعمل صياغه للامور زي ما الكابتن مجتمع مع لجنه الكوره النهارده؟ أبو وجهة نظري الشخصية أنا بأمانة
لا دي ما تعديش ما تعديش. ما هو انا قلت على فكره قلت قبل كده بس انا مش عايز اقعد اكررها الناس تزعل وتاخدها بمحمل تاني، لكن ده هو ده صح. انت متفق معايا تماما في الموضوع؟ اه طبعا انا متفق معاك، بس انا كده عندي قطاع، انا كده بلغي اولا الثقه في المدربين اللي موجوده ان هو بيطلعوش الولاد كمان طموح الولاد. ما هو لسه اهو جاي اقول لحضرتك اهو، والطموح بتاع الولد اصلا اللي عايز يحلم ان هو يوصل للفريق الاول او يتمرن مع الفريق الاول. انت يعني ايه الكلام ده كله انعكس على الاولاد اللي موجودين دلوقتي. فديا انا مش عارف هي ديا خطوه سليمه ولا غير سليمه، بس احنا دلوقتي بنقول يا جماعه في قطاع ناشئين في النادي الاهلي، بدليل معظم اللعيبه اللي في الانديه دلوقتي بالجيت. هنقول كريم نيدفيد مثلا مشيناه وعايزين اعاره، هنجيب امثال كتيره جدا والاهلي اشتراها تاني. فديا ليه عبد المنعم طلعت اعاره لسموحه، وبعد كده الفيوتشر تالق وكيروش كان له نظره كبيره جدا على محمد عبد المنعم، واحد من بقى المدافعين المهمين جدا في مكانه. طب هو حضرتك بتقول مثلا هو محمد عبد المنعم اعرف يوتشر منتخب مصر كان احسن مساك باحسن مساك في مصر، دلوقتي رجعته انا مهابني، هو انا اسيب ابني يعني معلش في الكلمه في الانديه كلها لما يثبت وجوده واجيبه تاني؟ طب ما انا عارف امكانياته، طب ما انا اخليه معايا السنه طب دي. طب ممكن يا كابتن يعني نتفق ان دي تجربه او دي صفقه او بيزنس جديد له الفشل وله النجاح، نامل ان يبقى النجاح حليف الفكره دي. احنا بنتمنى طبعا النجاح، احنا بنتمنى النجاح طبعا، لان دي ممكن يكون النادي الاهلي وجهه نظره ان هو شايف ان الاولاد دي بعد سنه او اتنين هنستثمر فيهم لعيبه كويسه جدا، سواء ان احنا هنصعد لعيبه منهم الفريق الاول او نستثمرهم خارج البلاد. دي ممكن تكون تجربه وممكن تنجح. طيب ما فيهاش اي مشكله كابتن كده للنادي الاهلي باحتياجاته بتعاقداته خلاص كده نقدر نقول قفلنا ونبدا موسم جديد، ولا لسه محتاج حاجه؟ لا انا وجهه نظري برضو النادي الاهلي محتاج مش هو كل الصفقات إيه؟ اللي جايه كلها كل الصفقات اللي جايه بعيد عن المدافعين نهائي. انا دلوقتي عندي مين مدافعين؟ هم وانا اصلا السنه اللي فاتت كانت الاخفاقات كلها كانت اكثرها من المدافعين. انا كنت جايب بدر بنون عشان يبقى اضافه للفرقه، مشي. دلوقتي ما عنديش غير هم برضو، يبقى انا عندي نقص في الخط اللي هو اهم خط في الكوره، او اهم خط في التشكيل، او اهم خط في التكتيك بتاعي. الخط الظهري ده المفروض ان هو يبقى اقوى خط. ليه؟ لان كنا بنقول زمان انا ما اديش فيها جون هكسب. طب انا ممكن انا ادعم في الهجوم، وخط الدفاع انا مهما يعمل لو مستواه قليل هخسر. تمام معايا يا كابتن؟ اه معاك. انا شايف بس حضرتك طبعا بسمع حضرتك. كان يجب ان في تدعيم او يبقى في اثنين لعيبه سوبر في خط الدفاع في النادي الاهلي. كده يبقى احنا نقول النادي الاهلي فعلا امن الفرقه سواء من حراسه المرمى او من المدافعين. لا ما شاء الله حراسه المرمى حدث ولا حرج، عنده ما شاء الله اربع حراس على مستوى مميز جدا. ما انا بقول اهو احنا كده دلوقتي امننا حراسه المرمى، بس ما جبناش صفقات في الدفاع، ما جبناش صفقات في خط الوسط، كلها مهاجمين. كان محتاج مثلا رقم ايه؟ انا اعتقد ان هو كان محتاج على الاقل رقمين، كان محتاج واحد ديفندر قوي جدا زي ايلو ديانج، زي ديانج وكان بديل ديانج تقصد؟ واحد بديل لقفشه، لان قفشه بقى مجهد جدا الفتره اللي فاتت والمستوى بينزل. فانا عايز واحد صانع العاب هو اللي يبقى رمانه الميزان او الفاكهه بتاعت الفرقه. طيب اول مباراه للنادي الاهلي ضد الاتحاد المنستيري في تونس يوم 9، هل حمى البدايه ولا الاهلي قادر بما له من خبرات كبيره جدا في المشوار الافريقي؟ بص يا كابتن، مفيش شك ان النادي الاهلي اصلا اللعيبه معظمها دوليه، سواء المحترفين او اللي موجودين في النادي. النادي الاهلي اصلا في الازمات بيقف وبيجمع نفسه. فدي الاهلي النادي الاهلي كان في ازمه، فاعتقد ان هو النادي الاهلي يعني مش هقول من الانديه القليله جدا اللي بتلم نفسها بسرعه. فخلاص هو هيبقى بداية موسم، ولازم بداية الموسم تبقى قوية جدا عشان يسمع للقبل اللي بعد كده. فأنا عارف إن أولاد النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي في الأزمات بتقف وبتسد. فإن شاء الله بإذن الله نتفائل بإذن الله موسم خير. إيه سر الدويتو اللي كان بينك وبين عمرو الحديدي وكان هولمان؟ كان هولمان صح؟ هولمان يعني كان ثقة كبيرة جدا يحط عمرو الحديدي ومشير حنفي ويكمل الفرقة. ما احنا كنا في تحدي انا وعمرو، لان كنا المدافعين كان في ابو الدهب وكمونه وجمال السيد وعلاء عبد الصادق، كانت في مجموعه كبيره جدا واسماء كتيره جدا قويه. فاحنا لما كنا انا وعمرو الحديد نقعد مع بعض، عمرو احنا عايزين لما نيجي ادينا الفرصه احنا الاثنين نثبت وجودنا وما نقعدش.
فكنت انا اقول لعمرو الحديدي خليك انت مع العالي في الكور العاليه وخليني انا مع الايه مع السرعه ومع الواطي، يبقى انت بتعمل كده وانا بعمل كده نقفل الايه خط الدفاع. وكان ربنا بيكرمنا الحمد لله، وكنت انا وهو كده لو في كور عاليه هو بيتقدم خطوه، نفس الكلام انا لو في سرعه هو انا ايه بتقدم مكانه. طيب موقف الاتحاد المصري في اول لقاء للنادي الاهلي في دوري الابطال ان شاء الله باذن الله بدايه قويه للنادي الاهلي، وباذن الله انا متفائل جدا بالصفقات اللي هي كابتن محمود الخطيب جابها، وانا ان شاء الله باذن الله بقول لجمهور النادي الاهلي لازم كلنا نساند النادي الاهلي، ابناء النادي الاهلي لازم كلنا نساند، لان احنا في موقف حرج بالنسبه لنا او خارجين من كبوه، فلازم كلنا ما حدش يجرح في النادي ولا في لعيبه النادي، نساند مجلس اداره النادي ايا كان الاسماء، احنا بنساند كيان اسمه النادي الاهلي.